كان في بعض المواقف كده بتحصل اليومين اللي فاتوا، دايما افكركم بثقافتنا. كان الامام الشافعي الله يرحمه كان في مجموعه من الست ابيات كده تقريبا، ناس كتير يمكن بتستخدم منهم بيت او اتنين، لكن الاجمالي بتاعهم نقدر نقول انه ازاي تمارس حياتك بشكل في ثقافه التخفيف على نفسك وعلى الاخرين، رفع عبء التعامل عن الاخر، ازاي تهون على نفسك وعلى الناس. الابيات دي: اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق، صدوق صادق الوعد منصفا. خلاصة الحياة في كم بيت، يعني حضراتكم احنا بنتعامل مع الناس بنرهق بعض وبنتقل على بعض وبنطلب من بعض حاجات ربما تكون الطرف الاخر مش قادر يأديها او مش قادر يقدمها، ونفضل نثقل عليه، بنفضل نضغط على بعض في امور الناس مش في، ممكن يكون شخص انت بتقدره وبتحبه وبتقدم له حاجات كتير وهو مش حابب منك ده او مش حابب يتواصل معاك. في ناس بتبقى محتاجه حاجه من الطرف الاخر تفضل تضغط عليه، انت ما جبتش كذا ليه، ما جبتش كذا ليه. في ناس بتوصل بيها العلاقات، مثلا شخص يكلمك في التليفون صديق او غيره، هو انت ما بتسالش عليا ليه، هو انت ما بتسالش عليا، يا عم انت ما بتكلمنيش، يا عم احنا مش في دماغك. الاداء ده بيوصلك مع الوقت ان انت طول الوقت بتعتذر، او ان الناس طول الوقت بتقولك والله حقك عليا، والله معلش، انا اسف انا اسف. الحاجات دي لازم نخفف على بعض. في ناس قلت لحضراتكم قبل كده يتفارقوا سنين يتقابلوا يبقوا اصحاب وتبقى العلاقه بينهم برضو لطيفه، يسالوا عن بعض يطمنوا عن بعض من بعيد لبعيد لو الظروف مش سامحه. بالتاكيد الشخص اللي قادر يتواصل معاك وحابب يتواصل معاك هيتواصل معاك، مفيش حاجة هتمنعه. وبالتأكيد الشخص اللي ظروفه ما تسمحش أو فعلا ما عندوش رغبة في التواصل معاك أو السؤال عنك أو الاهتمام بيك أو بالتأكيد هو مش عايز يعمل كده. فما تفضلوش أو ما نفضلش كلنا نرهق بعض بالضغط وبالسؤال. دي ثقافة لازم تكون موجودة، ثقافة التخفيف وعدم الإثقال على الآخرين. وبرضو في نفس السياق في ثقافة الصبر. الصبر على مين بقى؟ الصبر مش على الناس الغريبة اللي ما فيش بينك وبينها مساحة وما فيش بينك وبينها حاجة مشتركة، فيش بينك وبينها حاجة تضطرك كحب أو غيره، حب إنساني تضطرك إن أنت تستحملهم. فما تبقاش ماشي بتوزع الصبر على الناس. الصبر بيكون في مواقف معينة، الصبر بيكون على الناس اللي ليها سابقة حاجات كويسة معاك، اللي مقدمة لك حاجات كويسة. لازم يكون عندنا التقييم الدقيق عشان ما نتوصفش بعد كده بإن احنا ناس زي ما بيقولوا كده ما عندناش إحساس أو ما بنحسش أو عادي ده يا عم ما بيزعلش. لأ، انت ما بتزعلش من الناس اللي تستحق ما تزعلش، لكن الشخص اللي مش مهتم اصلا بزعلك او غيره لما يحصل حاجه لازم يكون عندك موقف حاسم. الابيات دي وغيرها من ابيات نقدر نلاقي منها سلوكياتنا في الحياه تخفف علينا، تبقى ثقافه موجوده بنخفف على نفسنا وبنخفف على الاخرين. حاجه بحب افكر دايما حضراتكم بثقافات كده سلوكيات، ودايما اقول ايه او نقول كلنا ان الثقافه هي سلوكياتنا وممارستنا.